دكتور عمرو، يعني أنا واحد من الناس كنا نسمع إنه الفقر لا يصنع ثورة على رأي ماركس، ولكن الوعي بالفقر لا يصنع، الفقر هو الذي يصنع الثورة. الآن لم حتى التقرير بيقول بتاع أحد المراكز إنه رغم هذا الفقر اللي عايشة فيه المصريين إلا أنهم قلت الاحتياجات العمالية. فهل هنا لم يختمر بعد الوعي بالفقر اللي عايشينه المصريين، أم لأسباب أخرى يا دكتور عمرو؟ شوف حضرتك، هو الحقيقة الثورة ده عمل بنائي، يعني ليس بالضرورة الوعي بالفقر فقط يصنع الثورة، إذا لابد من صناعة هذه الثورة، الثورة بتصنع. وصناعة الثورة أحد عواملها وأحد مسبباتها الوعي بالفقر والاستبداد والظلم، وده موجود. ولكن هناك عوامل أخرى حتمية للوصول للفعل الثوري. العوامل الأخرى وجود أيديولوجية واضحة للناس اللي بتتكلم عن الثورة، أنت رايح بينا فين؟ لازم تكون أفكار واضحة ومحددة للقيادة التي تسعى إلى الثورة. الأمر الثاني، لازم يكون فيه تنظيم قادر على تحريك الجماهير. الجماهير الغاضبة والتي تعب الفقر وتعب الأزمة لا تستطيع أن تتحرك وحدها. لازم يكون فيه تنظيمات واضحة وموجودة داخل المجتمع قادرة على تحريك الناس من أو تحويل حالة الغضب إلى حالة فعل ناتج عن الغضب. والكلام ده الحقيقة مش موجود في مصر، أو ربما بيتكون، ولكن لا يمكن إحداث الفعل الثوري إلا بتنظيم ثوري. والكلام ده يعني موجود في كل الثورات الكبرى والصغرى حتى في العالم. الناس لوحدها غير قادرة على الفعل للضغوط الكبيرة اللي عليها. الناس ما بتحتاجش ليه دلوقتي؟ لأنه عارف أن تكلفة الاحتجاج هتبقى أكبر بكتير من المكسب اللي ممكن يحصل عليه. ممكن حياته كلها تنتهي أو يخش السجن أو يتبهدل، فهو عايش. إمتى اللحظة اللي يطلع فيها بشكل غاضب انفعالي غير مدروس، حالة غضب وانفعال ضخمة جدا بتعمل مشاكل وخلاص، يعني والدولة بتستعيد السيطرة تاني؟ لو كان في اللحظة إن هو الحياة عنده بتتساوى مع الموت، في اللحظة دي هيخرج بشكل انفعالي غاضب، وده مش فعل ثوري، ده فعل غاضب، وفي فرق بين الاثنين يعني. طيب معلش، لكن بعض المؤرخين، أنا مش هقول اسمه يعني، كان يعني في رأيه الشخصي أن 25 يناير ليست ثورة، وأن جمعة الغضب كانت أقرب إلى حريق القاهرة، وأن المصري لا يغضب من الحكام ولكنه يتصارع على لقمة العيش. وهذا الرجل كان عميد كلية بالمناسبة، يعني عميد كلية ومؤرخ مشهور. ما هو تعليقك على هذه الآراء الصادرة من رجل مفترض أنه مؤرخ؟ هو الحقيقة لو احنا يعني الثورة زي ما طرحك ليها مجموعة عوامل بان انها كأنها موجودة في 28 يناير، لكن احنا لو بصينا بعد كده هنلاقي كثير من العوامل دي تحللت بسرعة شديدة جدا، فهي اقرب الى حالة ثورية ولم يعني لم تصل الى درجة الثورة، لان الثورة يعني مش يوم ولا اتنين، والثورة لا تدخل في عملية انتخابية بعدها بالتعريف الكلاسيكي، يعني هي بتغير نظام الحكم بشكل راديكالي، وده ما حصلش. ولكن الأفعال ما حدث في يناير من 25 لغاية يمكن 1 فبراير وبعد كده كانت أشبه بحالة ثورية لم يتم تطويرها إلى ثورة كاملة نتيجة لعوامل كثيرة، ربما ده مش وقتها. ولكن بالتأكيد الحالة في فترة 25 يناير وما تلاها من أيام كانت حالة قابلة لأن تكون ثورة شاملة، ولكن ده ما حصلش لغياب بعض العناصر الرئيسية زي التنظيم الثوري اللي عنده عقلية ثورية قادرة على إدارة فعل ثوري، إدارة الجماهير باتجاه الثورة فعلا واتجاه السلطة، والرؤية الواضحة للقوة الثورية أو للقيادة الثورية اللي كانت موجودة إنها عارفة رايحة فين وقادرة تتعامل بأدوات الفعل الثوري مش بأدوات العمل السياسي. والخلط بين الاثنين ربما هو اللي سحب الموضوع من أنه يبقى حالة ثورية قبل للتطور لتكون ثورة إلى حالة جدل سياسي بدافع أو بحالة ثورية عند الناس، لكن لم تصل زي ما قلت حضرتك إلى أنها تكون ثورة شاملة نتيجة لعوامل كثيرة.